الحمد لله القائل قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، والصلاة والسلام على النبي القائل سيكون في آخر الزمان سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخول فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر الناس. لقد أطل علينا منذ يومين أمين عام حزب الله حسن نصر الله فافترى افتراءات عظيمة ومغالطات جسيمة ادعى فيها أن أصل التكفير هم الوهابية، علما أن الوهابيون هم أكثر الناس كرها للتكفير وتنفيرا عن التكفير، فلا يحكمون على معين بكفر، بل إن مؤسس هذه الدعوة وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه عن دائرة الإسلام. ثم قال رحمه الله: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم أننا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لا يكفر، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، وهذا وأضعاف أضعاف هذا، فكل هذا من الكذب والبهتان. ثم قال رحمه الله: سبحانك، يعني سبحان الله، هذا بهتان عظيم. والتاريخ المعاصر يشهد أن الدعوة الوهابية هي أكثر دعوة أقامت محاضرات وندوات وطبعت كتب ووزعتها بالمجان الآلاف من الكتب في التحذير من تكفير معين وضوابط التكفير وأنه قد يعذر بالجهل وبالتأويل وغيرها. التاريخ المعاصر يشهد أن الدعوة الوهابية أكثر من نفرت من التكفير. بل إذا أتينا إلى الواقع، من أشد تكفيرا للغير ومن هو أساس التكفير؟ نجد أن الإثنى عشرية من المذهب الشيعي هم أكثر الناس تكفيرا. وأي تكفير أعظم من تكفير الصحابة؟ فعندهم في كتبهم ومراجعهم أن الصحابة قد ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ثلاثة أو سبعة على اختلاف الروايات. بل أعظم من ذلك، يقول المجلسي عن علي بن الحسين أنه سئل عن أبي بكر وعمر فقال: هم كافران، كافر أيضا من أحبهما. ولقد أتى وخرج علينا ياسر الخبيث فقال: إن إبليس أقرب مودة إليهم من عمر، فعندهم عمر وأبو بكر رضي الله عنهما أكثر من إبليس. بل إن الإثنى عشرية من الشيعة تكفر باقي فرق الشيعة، فهم يكفرون الزيدية والواقفة والفتحية كما ذكر ذلك المجلسي. ثم ذكر حسن نصر الله أننا نكفر باقي فرق السنة، فقال أننا نقول عن الصوفية هم كفار، وعن المعتزلة هم كفار، وعن الأشاعرة هم كفار، وأننا نحن فقط أهل السنة والجماعة، وكذب فيما قال. سبحان الله، هذا بهتان عظيم. بل إننا نشهد أنهم مسلمون، مع أننا نختلف معهم في بعض القضايا، ولكننا لا نخرجهم بحال من الأحوال عن كونهم من المسلمين. بل نأتي إلى الشيعة الإثنى عشرية في حكمهم على الأشاعرة. اسمع ماذا يقول نعمة الله الجزائري وهو أحد الشيعة الإثنى عشرية، قال: فالأشاعر لم يعرفوا ربهم بوجه صحيح، وحاصله أنهم لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، فظهر من هذا أن البراءة من أولئك الأقوام من أعظم أركان الإيمان، وظهر أن المراد بالقدرية في قول النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة هم الأشاعرة في كتابه الأنوار النعمانية. بل الشيعة يكفرون الصوفية أيضا. يقول الحر العاملي: روى شيخنا الجليل الشيخ بهاء الدين محمد العاملي في كتاب الكشكول قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وطبعا هذا حديث عندهم ولا أصل له عندنا أهل السنة: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم من أمتي اسمهم صوفية ليسوا مني، وإنهم يهود أمتي وهم أضل من الكفار وهم من أهل النار، في كتابه رسالة الإثني عشرية في الرد على الصوفية للحر العاملي. فمن الذي يكفر الأشاعرة والصوفية، نحن أم أنتم؟ بل لم يكتفي حسن نصر الله بهذا الكلام، فزاد وقال: هؤلاء يعني الوهابيون ليسوا أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بل هم أتباع محمد بن عبد الوهاب، وكأن محمد بن عبد الوهاب قد أتى بدين جديد من عنده. وإني لأتحداها
أن يأتي بكلمة للإمام محمد بن عبد الوهاب ليس عليها دليل من قرآن أو سنة أو قول صحابي أو أحد السلف، فلم يخرج كلامه رحمه الله عن هذه الأربع: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال السلف رضوان الله عنهم. ثم قال: وافترى حسن نصر الله، قال: هؤلاء يقدمون نموذجا متوحشا مرعبا مخيفا مسيئا مشوها للإسلام غير بقية المسلمين سنة وشيعة. نحن نقدم نموذجا مشوها؟ نحن من احتل بيروت في 7 أيار وقتل الآمنين وروع المستأمنين واستحلها وسمى هذا اليوم باليوم المجيد؟ نحن من وقفنا مع طاغية الشام وهو يقتل شعبه بلا رحمة وهكذا تنشر الإسلام؟ أهكذا تنشر الصورة المشرفة للإسلام بالوقوف مع الطواغيت وبقتل الآمنين واستحلال البلاد ونسمي هذه الأفعال بالأفعال المزيدة؟ قبل أن ترمي الناس بالحجارة تأكد من بيتك، من بيته من زجاج فلا يرمي أن الناس بالحجارة. ثم زعم أنه يريد الحوار، فقال: نحن نريد مع هؤلاء الأقوام الحوار أولا، ثم طالب بإقفال مدارسهم. كيف تجمع بين إقفال المدارس وإقفال المعاهد والاستئصال وبين دعوى الحوار؟ الحوار يتنافى مع الاستئصال، نتحاور لنرى مع من الحق، فكيف جمع بين هذين الأمرين عندك؟ ثم قال: والحوار يكون بين علمائهم، يعني بين علماء أهل السنة وبين الوهابية. أما من ناحية الشيعة فأمرنا، يعني أمر الشيعة محسوم عندنا، أي يريد أن يوهم أننا لا نتحاور معهم، مع أن الواقع الحديث يشهد بآلاف المناظرات والمحاورات بيننا وبينهم، والإنترنت موجود. ولكنني أسأل: لماذا لا تريد من علماء السنة أن يتحاوروا مع علماء الشيعة؟ إلا لأن التاريخ الحديث شهد تسنن أكثر من 15 عالم شيعي بالمحاورات مع أهل السنة والجماعة ومع الوهابية، تسنن أكثر من 15 عالم شيعي، وإن شئتم وافيتكم بأسمائهم، أكثر من 15 عالم. ألهذا تخاف؟ نحن الذين ندعو إلى الحوار، نحن الذين نطالب بالحوار بيننا وبينكم. نعلم أن الحل بيننا وبينكم هو في الحوار أولا، الحوار باللسان وليس باليد. وأنا أذكر بحواركم الراقي الذي حصل معي منذ سنتين في منطقة السفارة الكويتية، حينما خرج علي أكثر من 40 شاب، فلما رأوا مظهري وأنا أقول الدراجة النارية ولحيتي في وجهي قالوا: سني سلفي وهابي اضربوه، فما كان منهم إلا أن ضربوني واعتدوا علي وسرقوا دراجتي وسبوا أبا بكر وعمر وسبوا عائشة رضي الله عنها ولم ينجني منهم إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الحوار وهذا نشر الإسلام للصورة الحضارية التي تدعي. نحن من يشوه الإسلام، نحن من يشوه الإسلام عندما نضرب، نحن من يشوه الإسلام عندما تغتصب أراضينا ونساؤنا، نحن من يشوه الإسلام حينما ندافع عن عقيدتنا، نحن من يشوه الإسلام حينما نقول للناس: دعوا يا حسين وقولوا يا الله. هكذا نشوه الإسلام. ندعوكم للحوار، للحوار لا للأكاذيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.